أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في عدد جديد من حصتكم فوت بلس. الرابطة الوطنية لكرة القدم ستستدعي رؤساء أندية الرابطة الأولى والثانية يوم الاثنين من أجل مناقشة بعض القضايا الرياضية في الساحة الكروية الجزائرية. والجديد في الأمر أن الرابطة أجبرت أندية الرابطة الأولى والثانية على تكوين لجان للأنصار من أجل الحد من ظاهرة العنف في الملاعب وتأطير أيضا الجماهير في المدرجات. ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة المدرب مصطفى صبع. أهلا بك. مساء الخير. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك سي مصطفى. كما أسعد أيضا باستضافة المدير الرياضي لاتحاد البليدة مراد الحلو. أهلا بك. السلام عليكم، بارك الله فيكم على الاستضافة. مرحبا بك مراد. مراد، بداية كسؤال نستفتح به النقاش، لماذا الرابطة الوطنية لكرة القدم انتظرت حتى هذا الوقت من أجل إجبار الأندية الجزائرية في الرابطة الأولى والثانية على تشكيل لجان للأنصار؟ لماذا لم تطالبهم بهذا الأمر في بداية الموسم؟ علما، اسمح لي، علما ان هذا الامر تكوين لجان الانصار موجود في اللوائح وقوانين كره القدم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. باش الجمهور تاع المشاهدين بلادي يفهموا ان لجنه الانصار هذه متواجده في الحقيقه في دفتر الشروط. دفتر الشروط، نعم، تاع الفرق. هي في الحقيقه العام المقبل هذا ان شاء الله راح لما يكون لونغاجمون ما راحش يكون بدون لجنه الانصار. نعم، دفتر شروط النادي المحترف. النادي المحترف يعني في الدفتر انه باش يكون فريق محترف، لان الفرق كلها مازال ما وحده ما لحقت الباب انها فريق محترف وتحصلت على ليسونس المحترفين. احنا رانا في اطار الاحتراف. نقول باللي اللي داروه زياده ان العام هذا في شهر جويلية ان شاء الله لما كل اي فريق يجي باش يونغاجي الفريق ديالو لابد يكون في الملف الاعتماد تاع لجنه الانصار، لان هذا كان مشترط من قبل ولكن نساوه. نظن هذه السنه الاخ مدور راه تفطن للموضوع وراح يفرض عليهم انهم في المرحله هذه تاع الاربع شهور اللي ما زالت ولا الخمسه انهم يكونوا اللي عنده، لان تقريبا لما نشاهد يعني الفرق اللي نعرفها راهي عندها لجنه الانصار من بوليدا. نعم، لكن نصر حسين، لكن الحراج، لكن سي الحلو ما شوش باللي كاين هناك من يقول ان قروب الانتخابات الرئاسيه هي ما هو ما من اجبر الرابطه على اجبار الانديه على تشكيل لجان الانصار من اجل ضبط الامور في الملاعب والحد من ظاهره العنف والتهدئه. هو كيف تترد عليهم؟ لجنه الانصار هي حقيقه بدون الانتخابات لابد انها تكون وعندها لحساسيه الوضع. نعم، هي بدون حساسيه لابد. لماذا السنه هذه بدينا بالعنف وبدينا باشياء كثيره؟ لان بعض الاحيان لو كان الفرق عندهم لجان انصار وتنشط وعندها الضوابط ديالها وكل حاجه راح تبلغ مصالح الامن قبل ما يحدث المكروه هذا. نعم، لان لجنه الانصار تكون عندها تكون مقسمه للولايه تاعها ولا الاحياء تاعها، وتكون تعرف الانصار كيفاش راهم يفكروا، وتكون يكونوا يعرفوا ماذا ما ممكن يحدث يوم المباراه لو تكون الاشياء. اما لما تكون لجنه الانصار تنشط على مستوى الفريق، لان لما تنشط راح تساعد الانصار عند دخول الملعب باش ما يخلوش الاحتكاكات ما بين مصالح الامن والانصار، ويسهلوا عمليه الدخول للملعب، تساعد على بيع التذاكر. في بعض اللجان ياخذون التذاكر من الملعب ويبيعوها في الاحياء، راح ينقص عليهم التعب تاع المناصر هذاك اللي يجي ويقعد يعني بعض الاحيان 20 25 دقيقة باش يجيب تذكرة واحدة، ومن بعد يزيد 5 دقائق ولا 10 باش يدير الصف ويدخل، ويزيد يضيع دقيقة واثنين باش يفتشوه. لجنة الأنصار راح تنقص العيب هذا على الأنصار تاعها. نعم.
سي مصطفى سبا، أنت كمدرب بعيد عن الأمور الإدارية والتنظيمية، لكن كيف ترى دور لجنة الأنصار في الرياضة الجزائرية وكرة القدم الجزائرية؟ نظن بلي المبادرات، ما نظنش بلي لجان الانصار راح يقللوا الضغط على المدربين ولا راح واللاعبين. نظن بالتنظيم، نظن المبادره تاع الرابطه مبادره جيده، لان لجان الانصار عنده اهميه كبيره في فريق، شوف في الفرق الكبيره في اوروبا، والدور اللي يديروه لجان الانصار يعني المساعده تاع المسيرين، لان يعني المسير ما يقدرش يكونوا في كل مكان، حاجه المساعده تاعهم في الفريق، زيد ضيف لها دي مساعدة على المدربين، والكلام اللي يمد اللاعب المدرب للاعب، واللاعب هذا محتاج لعناية من 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 المحيط تاعه، وهذا لجنة الأنصار يقدروا يكونوا هما المحيط تاع هاد اللاعبين، وكي تكون تكامل والتنظيم ما بين المسيرين ولجنة الأنصار، أنا نظن المدرب محمي يحس روحه محمي، يحس تانيك مساعدة كبيرة في العمل تاعه التقني، لأن نشوفوا الآن اللاعبين للأسف لماذا الفريق الجزائر ما تعطيش لاعبين كبار، لان للاسف نقدر نقولوها في بعض الفرق المحيط ماهوش ما يساعدش اللاعب باش يتكون ويتطور، عنده مؤهلات ولكن الجانب الذهني عنده اهميه كبيره باش يطور الامكانيات تاعو التقنيه، ولجنه الانصار قادره تدير هذا الدور، تساهم فاش تقدر تساهم في الدور كيما المسيرين، ولكن المسيرين وحده مع المشكل اللي عندهم كاع في الفريق ما يقدروش يزيدوا يديروا حوايج اكثر مع المساعدة الأنصار تاع لجنة الأنصار اللي يهضروا كلام واحد وفي طريق واحد، أنا نظن العمل راح يكون أحسن، والعمل راح يكون تانيك لإيفيكاس من جانب التكوين ومن جانب النتائج الإيجابية في كل. إذا هو كل متكامل، الكل يشارك في نجاح الفريق. عنده ما يديروا نشاط واحد اللي هام جدا في بلدان. لما الفريق ينهزم ولا حاجة، هو أولي يجي الجماهير تجي للملعب وتوقف التدريب ويقع الكلام يعني اللي غير مقبول. لما تكون جدا أنصار تنشط راح تدير يعني لقاءات في الأحياء ديالها، وبعد في الاخير اللجنه وحدها ممكن ثلاثه ولا اربعه هما اللي يجوا للفريق للاعبين للرئيس. سنتكلم عن عمل عن دور لجنة الانصار خارج الملعب، لان لها دور كبير، لكن يجب ان نشيد بانصار سريع المحمديه بعد خسارتهم في الكاس انهم قاموا بحمله تنظيف المدرجات رغم الخساره. هذا التصرف وعمل نشيد به ونتمنى ان يسود في الملاعب الجزائريه ويقتدي به تقتدي به جميع الجماهير الجزائريه. لكن سي مورد عندك اضافه؟ نعم، شوف انا عندي اضافه في لجنه الانصار. انا نقول لجنه الانصار في الحقيقه زياده على الرابطه والاتحاديه، الوزاره في الحقيقه تعطيهم قيمه شويه زياده، يعني لقاءات يعني تقريبا ينجموا دير. لما الان شي الملاحظ تقريبا كاين تكوين على مستوى الوطن تاع لجنه الانصار، لما مشيت الاسبوع الماضي لعنابه استقبلونا بالورود واستقبلوا كرموا الاخ واضح، يعني شيء يعني ندل بلي هذه اللجنه راي تنشط. عندي اضافه في اسمح لي وفكرني وقال لي كلمه قال اشياء كثيره وهامه جدا اخ الحلو. زيد ثاني كي يشوفوا اللاعبين فوق الميدان لزوج فرق، المهم تكون اهميه المقابله، كي يشوفوا كاين تنظيم تاع الانصار كما يكونش فيه هذاك لو كونتاكت ما بين الشحنه ما بينهم، ما فوق الميدان ما بين اللاعبين راح تاثر ايجابيا على اللاعبين، يكون فيها مقابله، يكون فيها الديوال، يكون فيها كل فريق يحب يربح المقابله، ولكن دون مانيير اورغانيزي، خاصه وانا العنف ليس في المدرجات فقط، في الاربيت. شوف كوتش واش يديروا زياده اللي حاجه امبورطونت اللي تشوفها، لما تكون جدا الانصار تنشط بيان دي فوا كل اسبوع كاين تكريم، كون تكريم احنا شفت عندنا بمصريه خطره استقبلوا شباب قسنطينه بالحلويات اللاعبين القدامى، لما الفريق اللي هو مهتم بالفريق واشياء كثيره وما يلحقش، لجنه الانصار هي اللي قادره تعاود تجيب اللاعبين القدامى هادو وتكرم
كل اسبوعين ثلاثه تكرم واحد وتخلي النشاط يعني شبه الحيوي في الفريق تاعها. نعم، اشدنا بمبادره انصار سريع المحمديه، ونشيد ايضا ونهنئ انصار شبيبه القبائل بتتويجهم باحسن جمهور هذا الموسم. نعم مراد، في رايك حتى انصار نصر حسين داي واللجنه العام الماضي شفتهم انا اللي رئيسها ومخنا، وكنت يعني حاضر في الميدان، انهم يعني تستقبلوا انصار بالحلويات يعني، ومقابله ثانيه ما نذكرش مع اي فريق انهم جابوا لهم دي كاسكروت وبعض الفرق وين ما كانوش جماهير بزاف مثل الصورة كذا، نذكر انهم دخلوهم بمجانا للملعب، كانوا واقيلا 40 ولا 50 قال كيودي نربحوا الملاحه معاهم. لكن نعم انصار تاع فريق مولدي سعيد، بس كنت في الفريق هذا. نعم. وايصار ايضا اتحاد البويدا المدير التقني العام، وانا كنت فيها شفناهم تنقلوا بكثره في عنابه المباراه الاخيره حقيقه. نعم. والانصار تاني فريق مولدي سعيد ايضا جامي متنظمين، ولكن انا نظن التنظيم تاعهم ماهوش اوفيسيالي، كيكون اوفيسيال انا نظن من جانب مجرد اجتهادات لي زوتوريتي، نعم ليست معطله. نعم. تكون عندهم مسؤوليه، يحسوا بلي عندهم مسؤوليه في هذا الفريق، وهذه نظن علاش قلت مع البدايه مبادره حسنه من عند الرابطه. هنا انا تكون لجنه الانصار تكون عندهم هذيك المسؤوليه، روح المسؤوليه، ونظن العمل تاعهم راح يبان فوق الميدان. لان هو يقعد الشيء اللي كان ينقص دائما في هذه خاصه لجنه الانصار. انا شغل نصيحه من هذا المنبر الى الرابطه والوزاره، انهم يديروا لهم ان كاي تشارج ولا يحدوا لهم النشاط ديال. انا نقول سنتكلم عن التاطير قبل هذا، علاش غالبيه الانديه الجزائريه ما توفرش على لجان الانصار، خاصه الانديه التي عندها حتى الانديه التي لديها امكانيات كبيره مثل اتحاد العاصمه التي حاليا. امين شوف نذكرك حاجه، كل الفرق لجنه الانصار هذه تو متواجده في اتحاد العاصمه ومنتخب الجزائر واتحاد الحراش. لان علاش نقول لك هذا الكلام؟ لان انا كانت عندي لجنه، كانت عندي واحد الجمعيه يزقولها ليتيك سبورتيف، كان داروا مقر عندنا بنصر حسين داي، يعني كانوا يجتمعوا ويجوا تقريبا 20 رئيس تاع لجنه الانصار من هذا الباب، واللي نعرف باللي كان اللي جا الانصار متواجدين. نقول لك المشكل فحال كنتم تنسقون معهم. شوف انا ما نسقش معهم، ولكن كانت ليتيك انا اللجنه اللي عندنا نس في نصر حسين دين، كنا ننسقوا يعني جميع النادي الهاوي ام النادي المحترف الذي نسقوا؟ النادي الهاوي وهما تابعين، لان قانونيا لجنه الانصار تابعه للنادي الهاوي، لان هو اللي جمعيه. باش نوضح الامور للمشاهدين، عندنا الرؤيه واضحه ان الاعتماد اليوم تمدوا النادي الهاوي، هو اللي يمد الاعتماد للجنه الانصار ديالو، وهو اللي يكونهم، هو اللي يدير الجمعيه في المقر ديالو، كل شيء بالتنسيق مع النادي الهاوي، والرابطه كيفاش هما يولوا، والرئيس العام يولي عضو في الجمعيه العامه لل والاجتماع القادم اذا يوم الاثنين حيحضروها رؤساء الانديه الهاويه ولا لا كيف؟ هو وضحنا الرؤيه وين باش تكون عارف بان النادي الهاوي وعضو في الجمعيه العامه للرابطه. اكيد. ولكن اللي سير كره القدم هو الشركه الشركه ذات اسهم، نعم اللي ما تكزيستيش، شغل اسم بلا معنى، هما اللي مسؤولين على كره القدم على العموم. ولكن اللي مسؤول هنا اللي، وعلاش قلت لك هنا اللي لازم ان الوزاره تزيد الدوا اونريشير زياده القوانين الخاصه بهذه اللجنه الانصار، النادي الهاوي، النادي المحترف، تهيكلها قانونيا وزيد تعطي المهام ديالهم، تحدد المهام يصطدمون مع مصالح الامن، ولهذا لابد يفهموهم يعني وين تبدا الصلاحيه تاعو وين تنتهي، لانهم يحبوا يسيروا الملعب، يحبوا يسيروا المدرجات، يحبوا يسيروا المنصه الشرفيه، يحبوا يكونوا في يعني في بيع التذاكر، يحبوا يكونوا في لا مين كورونت باش يعلقوا الاخر، يحبوا يعني هذه الاشياء كلها لابد ان الوزاره تصدر يعني لجنه. لكن نعم عندك اضافه في هذه الاضافه في هذه، انا نظن كراي لي ديريجون تاع الفريق المحترف لازم يديروا خليه
خالية تاع مسيرين اللي تكلفوا بهذه لجنة الأنصار باش يعطوا لهم الدور تاعهم في كل مقابلة كاين دور نظن في كل مقابلة كاين دور يعطوا لهم دور في هذه تغيير المعطيات تقصد في كل مباراة عندها خصوصية هو في التنظيم واش يقول الأخ سبعة واحد شيء جميل أنك كل مقابلة عندها خصوصية تاعها وعندك واش نحتاجوا احنا مثلا غدوا يلعبوا مع مولودية الجزائر واش نحتاج المشكلة حيكون جمهور غفير وراح يوقع مشكل التذاكر كل مباراة وخصوصيتها لابد النادي يجتمع مع الأنصار مع لجنة الأنصار باش يعطيهم مهام يقوموا بها وهذا يرجع لابد دائما أنه لابد الوزارة ولا الاتحادية نقول الوزارة هي أحسن لأنها هي جمعية تخضع القوانين الجمعيات أنه هو تم يحدد لها الصلاحيات تاعها ويعطيها الحدود ديالها ويعطيها الإمكانيات ديالها باش تنشط أنا نقول باللي الوزارة لابد أنها تراسل المديرية الشبيبة والرياضة وتقول لهم باللي لازم تأخذ على عاتقها جميع هاد النواة اللجان هادو لأنهم هما راح يديروا رغم أنهم ينشطون بدون اعتماد يعني باعتماد من النادي الهاوي ولكن لابد أنهم يقوموا بهم بأنهم يستفدوا منهم في المستقبل لأنهم هما اللي قادرين يكونوا في الملعب وقادرين يعاونوا مصالح الأمن ويعاونوا الفريق ديالهم باش كل أشياء تكون في المستوى وبعد ذلك هما قادرين يجيبوا الأخبار للإدارة اللي هي باش تحسن الوضع ديالها يمدوا التقارير التقرير تاع المباراة لأن شفت أنا سنين وسنين كانت تصعب علينا احنا باش نجيبوا نكرموا العاب يكونوا هما صلة الوصل بين الأنصار والإدارة كان عندهم إمكانيات يعني بالإمكانيات تاع الفريق كانوا هما عندهم المبادرة هما يروحوا يعرضوا للعاب يكونوا صلة يكونوا صلة بين الجمهور الشركة قادرة هي توفر لهم الوسائل كاملة قلت من جانب تنظيم ما بين مسيرين والجنة الأنصار وتقدر تكون تانيك ما بين الطاقم التقني والأنصار ربما بعض المقابلة ربما كاين مقابلة وين الفريق تاعك في مقابلة اللي فاتت انهزم بنتيجة ثقيلة أو انهز تقصع من الكأس ولا حاجة اللاعبين محتاجين دعم بسيكولوجي ولا لا ضغط ما يقولوا بسيكولوجي سلبي محتاجين الضغط الإيجابي هذا اللجنة الأنصار قادرة تديرها مع اللاعبين وكي تديرها مع اللاعبين راح تساعد المدرب في التحضير البسيكولوجي تاع الفريق تاعو في المقابله ما سي مصطفى انت كمدرب هذا نعيشو امين سامحني والله ربي بين قوسين هذا مشكل عويص عندي انا واش هو اللي هو انك نتاخذ ومتان يوم الجمعه نلعب لابد نلقى حل باش الانصار تاع اتحاد بوليده ما يسبوش اللاعبين ديالهم ما يسبو حتى لعاب يا في ظرف حساس يا اما انت محب للفريق يا اما لا الا لا قعد في دارك وإذا محب الفريق أنت محب للألوان ماشي للأسماء أنت ما لازمش أنت لازم تحترم الألوان الفريق إذا كان زيد وعمر يحمل الألوان تاعك ما يحق لكش أنك تسبه وخاصة الظاهرة الأخيرة اللي صبحت الناس تسب اللاعبين قبل ما تنطلق المقابلة هذا المشكل هذا المشكل هنا هو السؤال ديالي أنت كمدرب ألم تمارس عليك ضغوطات من طرف لجان الأنصار والأنصار بإعاز من أطراف من أجل إبعادك عن الفريق أي فريق ما نقصدش بالذكر لا خصو بالذكر بوسعادة أو أي فريق أنا نتكلم على بشكل عام أصرح لي نقدر نقول مئات المرات وين تسبيت قبل ما تبدا المقابله وهذا راح الضغط ماهوش يحكون عليا تسمى المدرب كي يخدم على باله باشياء لا كان الضغط راح يجي على اللاعب يضرك يضر خاصه اللاعبين وكي يضر اللاعبين اوتوماتيكي راح يضر عليا على العمل اللي درته راح ما يبانش فوق الميدان لان اللاعبين مخهم راهو بعيد ديجا ما فهموش لماذا المدرب مشتوم قبل ما تبدا المقابله فاهم ودي صرات لي اكثر من 100 مره لان عندي 29 سنه فوق الميدان دونك اشياء كيما هادو صرات لي وشفتها لي هذا ما حسيتش بلي هاد الانصار مدفوعين من اطراف من اجل الاستهداف استهداف مصطفى سبع ما تقدرش ان الاهميه انا الاهميه هو في كل عمل امدو ولا انتيري تاع الفريق نحوز على عندي موش نحوس على انتيري بيرسونال تاعي واشياء كيما هادي ما راحش
تأثر على الفريق إيجابيا، راح تأثر على الفريق سلبيا في المقابلة. لهذا أنا قلت لجنة الأنصار تقدر تساعد المسيرين، لماذا لازم تكون لجنة لتستكلف بهذه لجنة الأنصار وتساعد المدرب في العمل تاعو. لهذا مام لو شوا تاع الأفراد اللي يكونوا هذه لجنة الأنصار لازم تكون مدروسة أيضا، هام جدا لازم تكون مدروسة من كل نواحي. وهذا باش نتكلموا على أشياء كما هذه تفرق وش الخصوصية الأعضاء. شوف لازم هذه نقول لحبيب كوسع لازم نتقابل وين ساعة وأكثر من ساعة، لأن كان خصوصية أعطينا بركة بشكل عام. شوف كان خصوصية كبيرة وين كيف راح تكون متكونة عن جد الأنصار، لأن الانتيري تاع الفريق، الانتيري تاع الفريق هو شنو هو؟ كي يكون كلوب بروفيسور شنو هو؟ هو تحقيق نتائج، ايضا بيع اللاعبين لتحقيق المال لهذا الفريق. الا ما كانش هذه سيدي كلوب ديفيسيتير سيتاريس مشكلي كيف راح تروح بعيد. بصح التكوين هذا المساعده تاع اللاعبين شبان راح ربما يكونوا في المستقبل لاعبين كبار ولاعبين ويدومونديون الفرق وحده اخرى، خاصه الكلوب اللي ما عندوش بزاف المدخول المالي واللي يستناو غير لي زوتوريتي باش يعطيهم المال. هاد اللاعبين قادر يدخلوا لهم اموال، يكون سير قادر يدخل اموال، بصح باش تكون هذه لازم تكون مساعده. والمساعده وين؟ في المحيط تاع الفريق. المحيط تاع الفريق عنده اهميه كبيره، وشكون اللي اثر في هذا المحيط تاع الفريق؟ كما قلنا كان مسلم، بصح لا غالب مسلم عندهم اهميه اخرى وهما لجنه الانصار. نعم. ولجنه الانصار اللي ما كانوش مؤهلين باش يديروا الخدمه بكل بكل إيفيكاسيتي، بكل إيفيكاسيتي ما تقدرش فعالية ما تقدرش تنفونسيف مع الفريق. نعم مرد، أعيد لك سؤال الذي طرحته لسي مصطفى سبع، هل توافق أن في فرضية أن هناك بعض الأطراف داخل النادي وخارج النادي تستعمل لجل الأنصار من أجل التأثير على علان أو فلان، من أجل التأثير على اللاعب أو مدرب من أجل الإطاحة به؟ هذا شيء أمور وقعت في الجزائر حقيقة، لأن في السؤال كان سؤالين في السؤال هذا، لماذا لابد لجنة الأنصار يكون فيها ناس عندهم مستوى اللي باش يحافظوا على مصالح الفريق تاعهم باش ما ينجمش يأثر فيهم؟ مثل أنا نعرف كاين ناس اللي يتخباوا مور الستار ودائما يجي يقول لك ودي الحل ديالنا، الحل لابد نحو المدرب. هو خطأ، هو لأنه هو برك ما يحبش المدرب مش الحل تما، ويحاول يأثر على الناس باش هما يفيكيليو الفكرة، باسكو الفكرة تبدأ في قهوة ومن بعد تكمل في ستار، هي تبدي كاين واحد هو بدا الفكره تلقى واحد ولا زوج ما يحبوش هذاك اللاعب. شفنا الامر هذا يا ناخذ مثال مؤخرا، المدرب لنصر حسين داي او المؤقت لاسات اشتكى من ضغوطات من بعض الاطراف من اجل الاطاحه به، وقال ان لو فزت بكاس العالم هؤلاء الناس سينتقدونني. شوف هما حقيقه لان بعض الاحيان نبداو ما نفهموش الناس لماذا، خاصه اخلاصات اللي هو مدرب شاب اللي هو نجح في العمليه ديالو ممكن في قضيه اتحاد العاصمه، هو اختار ده هو سيت شوا تاكتيك الى بريفيري دون سا تيت يلعب بكاس افريقيا ويتنازل على المباراه تاع اتحاد العاصمه. في الاخير نجح وفاز في الاخيره ونجح، ونقول للناس اللي شتموه كامل هاد الناس ماشي ناس عاقلين وماشي ناس محبين لنصر حسين داي، هادو ناس عندهم اغراض واحد اخرى ولا عندهم انتقام لنفسهم برك، لان هاد الانصار هما انصار نصر حسين داي وماشي كما يقولوا الناس، هادو هما نفس الانصار اللي سبوا بوزيدي وسبوا الحلو وسبوا والزميلي وسبوا كمال وسبوا بيتشو وسبوا عبد السلام، سبوا كتا ثاني سبوا كاع الناس ما خلوش يعني ممكن سبوا روحهم. ولكن انا نقول هذا خطا. اليوم لاسيت مدرب عندنا شاب اول مره يكون على راس الفريق كونترينور اون شيف، انا نقول لابد يوقفوا معاه ويحيوه ودار نتائج لاباس بها. الخطا اللي ارتكبوا قد الخطا ارتكبوه اكبر مدربين ارتكبوا الاخطاء هذه. اوكي الان سي مراد الحلو راه في اتحاد بوليده، كيف ترى مقابله اتحاد بوليده القادمه يوم الجمعه مع رائد القبه، خاصه وان اتحاد بوليده يعاني في مؤخر الترتيب بتسع نقاط، كيف تراها؟ هي مهمه جدا. شوف انا ليا مباراه هامه جدا حقيقه، كنا هل هي في المتناول؟ هي في انا الفريق اليوم اللي عندي
في متناوله القبة ولا أي فريق. القبة منتشي بالفوز الأخير. والله الفوز الأخير ما يخلعنيش كاع، لأن جمعية شرف اشتكت من أشياء الترا سبورتيف، والأخ زاوي اشتكى من الفريق ديالو، قال لك أنا اليوم ما تعرفش على اللاعبين ديالي، هذا يخليني نقول باللي سيت ان فوت باي، صدير ماهوش مشكل ليا، أنا المشكلة عندي في الفريق ديالي، أنا عندي اللاعبين اللي الفريق الجديد اللي نلعب به، عنده اليوم زوج مباريات لعب والقبة ثلاثة، نضم لو كان اون ديفلوبي لو ميم جو اللي لعبنا حتى في عنابة، يعني ما حسيناش الضعف من الفريق ديالنا. اليوم إن شاء الله بالأسبوع هذا مع دخول الأخ حبشي وتشيكو نقول باللي إن شاء الله تكون مقابلة هامة جدا وقوية، ولكن احنا يعني رانا ماشيين باش نفوزوا بها. يعني ما نظرش ان اتحاد بوليدا له خيار الا الفوز، لان الاختيار لكل فريق انه حتى القبة تقول لك انا الفوز هو القبة 15 نقطة ماهيش بعيدة، ولكن احنا ما يهموناش النقاط الاخرين، احنا واش يهمنا؟ يهمنا مازال 12 المقابلة، مازال 36 نقطة، احنا المهم نفارا ماسي لو ماكسيموم ديالنا باش نلحقوا باش نتفادوا السقوط، وهي صعبة جدا ولكن ماشي حاجة مستحيلة. نعم، نتمنى التوفيق لاتحاد بوليدا. كسؤال الأخير سي مصطفى صباع، الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء صنف البطولة الجزائرية في المركز 46، هل البطولة الجزائرية تستاهل هذا المركز؟ الصدارة ذاتها الليغا الإسبانية، نقول بلي ولا يكون فيها التنظيم، يكون فيها الحمد لله بدات تعطي بواذرها منذ بداية البطولة هذه السنة، نشوفوا بلي لي دات ديسيدي بول شامبيون بول لي ماتش راه محترم. البطولة الجزائرية تستحق المركز 46 عالميا؟ انا نقول لو تكون فيها تنظيم جايلي كون نكون فيها تنظيم نقدر نكونوا احسن من 46، احسن بكثير، وان شاء الله نتمنوا كما يقولوا القدام تكون في هذيك الاراده تاع الجميع، كل جميع باش نحسنوا كل الاشياء والرقي بمستوى الكره الجزائريه، تخلي البطوله تاعنا تكون احسن وقادر تكون احسن، لان الامكانيات التقنيه واجده من جانب اللاعبين ومن جانب الطاقم الفني ومن جانب اي مساعدين، سامبلومون لازم تكون في هذيك الاراده للتحسين كل الاشياء لتتاثر على المستوى التقني فوق الميدان. اذا نشكرك على هذه الاضافات القيمه، ونتمنوا لك مستقبل زاهر في مشوارك التدريبي في المستقبل سي مصطفى سبع. شكرا للاستضافة، ونتمنى البطولة تاعنا تتطور في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله، يعطيك الصحة، شكرا لك مصطفى سبع، شكرا لك ايضا سي مراد الحلو. بارك الله فيك على الاستضافة، ونزيد برك كلمة واحدة للاخر. معليش تفضل. الترتيب ديالنا اصبح تحسن، لان الفرق تاعنا في كأس افريقيا راهي دخلت المجموعات كامل وبقوه. نتمنى الاحسن في المستقبل، شكرا لك سي لحلو. بهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام هذا العدد من حصتكم فوت بلس، الى اللقاء.